مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام. أمسية جديدة من أمسياتنا في النادي. هذه المرة ضيفنا رياضي ولكن في مضمار آخر من مضامير الرياضة، خلف الميكروفون في الإذاعة وخلف الميكروفون والشاشة في التلفزيون وأيضا عبر القلم والكتابة. نصحت كثير أن يكون ضيفنا له مسيرة حافلة امتدت لنصف قرن من الزمان في مجال العمل الإعلامي الرياضي. أستاذنا الكبير الأستاذ كمال حامد، سعيدة بك وبوجودك معي في النادي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة على رسول الله الكريم. يعني أولا يعني كل عام وأنتم بخير، وتحية لك وللفريق العامل وللمشاهدين الكرام، ونأمل إن شاء الله أن نقدم بعض يعني ما يفيد إن شاء الله المشاهد. يعني أستاذ كمال ما شاء الله مسيرة ممتدة 50 عام في العمل الإعلامي الرياضي بمختلف ضروبه، منذ بداياتك كمراسل ثم بعد ذلك العمل كمقدم ومعد للبرامج، ومن بعد ذلك أيضا معلق رياضي ورئيس للكاتب صحفي، تنقلت في ضروب العمل الإعلامي الرياضي المختلفة. دعنا نبدأ منذ البداية حينما كنت في عطبرة. بدايات أستاذنا كمال حامد. والله الحمد لله دائما يعني يجبني من يسألني عن عطبرة، لأننا بنعتبرها الأم الرؤوم يعني التي ربتنا وقدمتنا وعجمت عودنا وقدمتنا للسودان وللعالم. ففي البداية حقيقة كانت في عطبرة، وأنا أنت لما ذكرتي 50 عاما، لأن أول ما بديت أمارس عمل إعلامي وأنا طالب في السنة الثانية أظن في الثانوي، كنت براسل عدد من المجلات والصحف بصورة عادية، يعني تكتب الرسائل ونرسلها بالقطارات وكذا. الواحد من قال رسالته اتنشرت في جريدة وكان بيكون سعيد جدا. فهي 50 سنة بدأت من 66، وحدث في انه 2016 حينما تم تكريمنا بعد تقاعدنا في الدورة الأولمبية في البرازيل في ريو دي جانيرو، وجدت 50 سنة، فقررت ان يعني قلت عمل اعلامي والواحد يكرم في البرازيل، افتكر هذه ختام كويس. فطوالي اصدرت الكتاب بتاعي نصف قرن بين القلم والميكروفون 66 الى 2016. هذا هو عنوان كتابك الذي عنوان كده، يعني نصف قرن بين القلم والميكروفون، لانه زي ما انت ذكرتي تعاملت مع القلم وتعاملت مع الميكروفون. يعني القلم كصحافه وتدريس، على فكره كنت مدرس انا، والميكروفون تعاملت مع الميكروفون كالإذاعة. يعني أنا عملت مراسل لإذاعة لندن يعني 18 سنة من 94 ل 2012، فدي كلها محطات الواحد حقيقة سعيد بها، ولكن أحمد الله على البداية. والبداية لما نقول عطبرة 66، يعني تلك فترة جميلة كانت عقب ثورة أكتوبر الشعبية، والبلاد كانت انفتحت، وجدت أمامي حقيقة سهزة، وأذكرهم بالكثير من الخير. عمنا عبد الله دبورة هو أشهر أول مراسل إقليمي، الرجل حقيقة كان بيتولانا بالنصح، إضافة إلى ذلك كان هو مراسل الرأي العام، فنحن كنا بنراسل صحف أخرى. فهذيك الفترة الواحد فينا حس إنه ممكن يقدم شيء للإعلام، طبعا دي إضافة إلى العمل في الصحف في المدرسة، يعني إنه كنت بصدر صحيفة صوت التلميذ في المرحلة الأولية، صحيفة الحائطية المدرسية، صحيفة الحائطية في المرحلة المتوسطة كنت مصدر صحيفة إشراق الصحيفة الحائطية، وفي عطبرة الثانوية كنا مصدر الصحف الحائطية
المختلفة في الأمزجة المختلفة يعني. يعني الواحد والحمد لله كل هذا محتفظ به، فإن شاء الله يعني أهديك ونهدي القراء الطبعة الثالثة من الكتاب، وكل هذا الشيء مدون فيه الحمد لله. طيب من عطبرة إلى الخرطوم، كيف كانت المسيرة والبدايات في الخرطوم؟ الخرطوم طبعا احنا بعد 69 يعني امتحان الشهادة واتينا هنا للخرطوم في انتظار تظهر النتيجة، والواحد بعد ذلك حدد المرحلة الأخرى من التعليم العام بتاعه. ففي تلك الفترة حقيقة أنا بفتكر كان في وزير المالية المرحوم الشريف حسين الهندي ابتكر يعني حاجة اسمها بند الإدارة العمومية، السودانيين سموه بند العطالة لأنه كان في مشكلة بتاعت بطالة في السودان، يعني ناس كثيرة تتخرج وما بيشتغلوا، فهو أسس هذا النظام باعتباره أنه أي واحد لازم يأخذ مرتب ويلحق بأي وظيفة. ففي تلك الفترة تقريبا في أبريل 69 أنا سجلت، كنت في الخرطوم في إجازة، سمعت الناس بيسجلوا سجلت معهم وعيننا في تعاش اشتغل وين؟ قلت والله أنا بإعلام، بحب الإعلام، نوديك التلفزيون. التلفزيون زاد وقال لي أيوة، قلت والله يا ريت يا أخي. فصدر القرار بأنه نشتغل في التلفزيون بمرتب كان 18 جنيه، مبلغ كان ضخم، نفس المرتب كان بيصرفه والدي وربانا به في 69. فاشتغلت في التلفزيون في قسم الأخبار، وكانت حقيقة مرحلة يعني كبيرة بالنسبة لي، لأنه اشتغلت مع عمالقة يعني رحم الله يحيى متوكل، رحم الله السيد علي بك، ومد الله في أيام أخونا شاذلي أو الحسن يوسف الشاذلي، كنا في قسم الأخبار نعمل مع بعض، وكان قسم الأخبار مع قسم العلاقات العامة والمذيعين قسم واحد، فكنا في مكتب واحد، زامنا أيوب صديق وزامنا مرحوم أبو بكر عوض كان كبير المذيعين في ذلك الزمان، وحسن عبد الوهاب رحمه الله، وعلى فكرة مهدي إبراهيم الذي كان وزير الإعلام كان أيضا اشتغل معنا في نفس الفترة ونفس الخطاب، هو تعيين جامعي ونحن تعيين ثانوي في تلك الفترة يعني. فيعني لقينا مجموعة قدامنا كانوا بيهتموا بينا شديد يعني، بيعاملونا كده كإخوانا والصغار، ينصحونا ويقدمونا وبتاع، فكانت فترة جميلة رغم أنها لم تطول كثيرا. اشتغلت حوالي سنة وسنة ونص في عام 70، لم يطب للعيش في العاصمة، صغير السن يعني 20 سنة، كنا نسكن في الحلة الجديدة مع مجموعة من أهالينا هناك، فطلع اسمي تدريس في عطبرة، فمشيت لعطبرة، قطعت الرحلة من التلفزيون وعدت لعطبرة معلما، ووصلت بعد ذلك رحلة فترة التدريس. امتدت كم عام فترتك في التعليم؟ التعليم امتدت حوالي 6 سنوات يعني من 69 أو 70 إلى 75. نعم. والحقونا طبعا بعد سنة من العمل في التدريس بيلحقونا بحاجة اسمها كلية التربية يختروضة باعتباره يعني يأهل المعلم، وهذه مدرسة أنا أحمد الله كثيرا يعني، بقول أنا خريج باختروضة بكون سعيد كذا لما أقول هذه العبارة. هي جامعة المعلمين كانت الآن تحولت إلى جامعة، هي كلية بتاعت معلمين في ذاك الوقت، تعتبر كأنها جامعة تدرس متخصصة في تأهيل الدبلوم باختروضة، بتمشي تخش ثالثة جامعة طوالي. إحنا نتوقف في هذه المحطة المهمة باختروضة ونذهب إلى فاصل قصير ثم نعاود المواصلة. من جديد نحن معكم في النادي وأستاذنا الكبير كمال حامد، توقفنا عند محطة باختروضة. أعتقد أنه في ذاك الوقت على صعيد التعليم باختروضة وادي سيدنا هناك كانت يعني مؤسسات قدمت شخصيات وأهلت شخصيات استطاعوا أنه يكون عندهم أثر ويقدموا مردود طيب. باختروضة حقيقة أسسها الإنجليز في ثلاثينات القرن الماضي لإعداد المعلمين، هي في نوعين من المعلمين، في معاهد التربية بتخرج معلمين للمدارس الأولية لذلك الزمان، وكلية التربية باختروضة تأهل معلمين المدارس كانت اسمها الوسطى أو تحولت إلى اسمها الثانوية العامة في فترة من الفترات، فهذا المرحله المتوسطه صارت، فاللحظه الحقيقيه هي صرح كبير يعني، وقام عليها واسسوها رجال يعني بروفيسور عبد الله الطيب، مندور المهدي، عصام حسين، شخصيات برهمان علي طه يعني، بعدين هم اللي الفوا الكتب بتاعت المناهج دي كلها. لحد الان باختروضة طبعا هي مسؤوله عن مناهج التعليم. صحيح. ايوه، فدي كان حقيقه فتره انا بحتز بها جدا يعني،
واعتز حقيقه ببعض الزملاء، يعني يمكن بعض تعرف من بعض زاملتها في بختر؟ والله عدد كبير طبعا، حس من الدفعه 42 يعني كانت دفعه كبيره، فاذكر منهم المرحوم الاستاذ الفنان مصطفى سيد احمد رحمه الله، والمذيع الظريف الراحل فاتح الصباغ ربنا يتولاه ربنا يرحمه، ومن الذين يمكن في عثمان كبير كان والي دارفور برضو، ده من زملائنا، الاخ عصام الحاج الاداري في نادي المريخ، هذا من ابناء الدفعه، يعني هم يعني عدد كبير، بس ذكرت حقيقه دفعه مميزه، كانت مميزه جدا الدفعه 42 يعني كانت مشهوره جدا يعني، فاتمنى حقيقه ان تعود بختاروده كما كانت، يعني في محاولات طبعا، يعني في ناس في خلاف الان هي اصبحت كليه، اصبحت جامعه بختاروده، وفيها كليات جامعه، لكن يعني كجامعه يمكن شويه كده الاهتمام بتاهيل المعلمين اقل شويه يعني. طب بعد ما تخرجت من بخت الرضا هل عدت للتلفزيون مره اخرى ام الى التدريس؟ لا عدت للتدريس طبعا، لازم ادربوك تمشي تدرس، فدرست على فكره انا درست رجعت عطبره؟ رجعت عطبره طبعا. على فكره انا درست في عطبره يعني حوالي ستة او سبع سنوات، ما درست اولاد، كلها درست بنات يعني. درست مدرسه العمال بنات حوالي اربع سنوات، مدرسه المتوسطه هيك سموها، انا ثاني ميري ثانوي العام، ايوه، فدرست في اربع سنوات مدرسه العمال بنات، وثلاث سنوات في الاميريه البنات، برضو انا بعتز بتلميذاتي في تلك الفتره يعني، خاصه المشهورات منهم يعني السياسيه الكبيره شراغه سيد محمود، هذه تلميذاتي، وناديه النصح والدة الكابتن الكبير هيثم مصطفى، ويعني عدد يعني انا الحقيقه ما درست اولاد تقريبا الفتره كلها، اغلب تدريسك كان في مدارس البنات، تدريس البنات، في حاجه كان بيعملوها زمان في الروضه، المعلم يأهله في المواد اللي بيدرسها، بعدين اهم حاجه النشاط، يعني لازم تكون مؤهل في النشاط، النشاط كان فلاحه مدرسيه، مسرح، موسيقى، رسم، فأنا بحكم عملي الإعلامي حبيت المسرح، فأخذت تخصصت في أتخرجت بالمسرح بتقدير، قالوا لنا أي واحد يجيب تقدير ممتاز على حنرشحه يمشي يكمل دراسته الجامعية برا، يعني كلية شنبات الزراعية وكلية الزراعة، معهد الموسيقى والمسرح، كلية الفنون الجميلة كده، فأنا طوال رشحت لدراسة معهد الموسيقى والمسرح. فهذا كان كلام عام 75، وفعلا التحقت بأحد الموسيقى والمسرح كمدرس، يعني بعد الموسيقى كان تقريبا 90% من الاعضاء ومن المعلمين. نعم. فجلست فيه حقيقه، جلست فيه سنتين، لكن اغلق كده لفتره طويله. ففي خلال الفتره دي انا مشيت السعوديه، قلت يعني لبعض الاغراض ادي العمره واشتري لي موتر عشان يساعدني في التنقل من ام درمان للمعهد. نعم. فجلست في السعوديه اسال، ما حد فتح لسه، فظل مقلقا حوالي 11 شهر، خلال 11 شهر انا قعدت في السعوديه، اشتغلت ولحقت في الصحف، وما رجعت ثاني السودان، وظللت هناك ذهبت للعمره 42 سنه في السعوديه، دي كانت مرحله مهمه جدا من حياتي، لانه تفرغت فيها. بدات في العام؟ بدات عام 75 او 76 حقيقه بالضبط، 76 عينت في صحيفة عكاظ كمحرر رياضي، كنت بتعاون بديهم مواد كده بتعرف، قال لي يا اخي عايزينك بتعرف عيروني بمرتب، فرحت جدا طبعا، كنت شغال في الشركات يعني بين شغال في عملين، ف 77 كان حدث اعلامي ضخم للاعلام العربي عموما، كنا بنشوف في شوارع جده اعلانات 7/7/77 تاريخ كده، فسألنا قالوا هذه صحيفة دولية ستصدر في هذا التاريخ من لندن، هي صحيفة الشرق الأوسط، ورئيس القسم الرياضي في عكاظ اسمه علي الرابغي تولى القسم الرياضي في الشرق الأوسط، وطوالي أحضرني معه، وذيك كانت مسيرة أنا أهتز بها جدا في جريدة الشرق الأوسط من 77 إلى 91. والله يعني أنا وبسمع في سردك أنا أعتقد إنه دي تجربة ثرة ومسيرة حافلة بمحطات مختلفة، كل محطة فيها شكلت أعتقد ومؤكد إضافة لشخصية الأستاذ كمال حامد
الإنسان قبل أن يعني تضيف له كإعلامي. نعم. أعتقد أنه هي كانت مرحلة. نعم. مرحلة اغترابك في الخارج قبل أن تعود مرة أخرى للسودان. دعنا نتوقف في المسيرة الحافلة خارج السودان، ونلتقي بك وبالمشاهد الكريم في حلقة قادمة لنستمع إلى المرحلة الثانية أو تلفزيون 2 زي ما أنت بتقول. أيوة. من حياتك. مشاهدينا الكرام، ده الجزء الأول من حلقتنا أو من تسجيلنا مع أستاذنا كمال حامد، حلقة أولى يستحق وتستحق تجربته أن نفرد لها مساحة ثانية. نلتقيكم غدا إن شاء الله في حلقة ثانية ومسيرة أستاذ كمال حامد بعد العودة من الاغتراب. ابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله.